الاشكال يطرح نفسه انه محطات العالميه هذه المعروفه بمهنيتها تدافع على حق المقاومه للشعوب مثل ما هو الحاصل في اوكرانيا وترفضه على الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا يجعلنا دائما نتساءل من يتحكم في الخطوط التحريريه لهذه المؤسسات الاعلاميه. تقريبا المتحكم في الخطوط التحريريه هي سياسه تحريريه واضحه منحازه للحركه الصهيونيه. Thank you.